بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العاصفة الشمسية القاتلة. مثل ما تلاحظون في الصورة، هذه صورة حقيقية للشمس التقطت بمرصد تعمل بأشعة خاصة، تظهر عليها عاصفة شمسية مثل ما تلاحظون على اليسار. ويقول العلماء لو قدر لهذه العاصفة أن تصل إلى الأرض لاحترقت كل الكائنات الحية، ولكن وجود الغلاف الجوي للأرض يمنع هذه العواصف الشمسية القاتلة ويبددها، فهو يعمل مثل سقف يحمي الأرض من شر الشمس. ربما نتعجب عندما نعلم أن القرآن أشار إلى هذا الغلاف الجوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سورة الأنبياء آية 32. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.